الخبر الثاني مها حنتكلم فيه عن موضوع مهم وربما كان متداول الفترة اللي فاتت، بحيث انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجارب لأشخاص كانوا يتناولوا دواء شهير خافض للحرارة ووجدوا أن لهذا الدواء له تأثير على نتيجة تحليل المخدرات ويجعل النتيجة إيجابية. وأيضا ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه التجارب التي أثارت القلق والخوف بين الناس. أكيد لازم ناخذ هذا الموضوع بتفاصيل أكثر ونفهم وش هي أبعاده. نرحب معنا عبر الهاتف بالأستاذ مجدي جمل الليل، أخصائي أول سموم. أهلا وسهلا أستاذ مجدي. في البداية يعني حابين نعرف منك حقيقة تأثير بعض العلاجات، سواء كانت هي مسكنة للآلام وغيرها، على نتيجة التحاليل لفحص المخدرات. حياكم الله وتشرفت بكم جميعا. خلوني أوضح أول شيء وأطمنكم وفي نفس الوقت أحذر. المسكنين اللي تم ذكرهم في الأيام السابقة هو صحيح بتطلع إيجابي، لكن إيجابي في الفحص الأولي، ونحن في كما كمختبرات في العالم كله عندنا الحمد لله المقدرة إنه ما نعتمد فقط على الفحص الأولي، لازم نعمل فحص تأكيدي، لأنه في الفحص الأولي بتصير تداخلات. وليس المسكنين، يعني أديكم على سبيل المثال في مسكن البروفين ومضادات الحموضة اللي الكل بياخدها برضو ممكن تدي إيجابي لمقدر الحشيش، لكن لا نعتمد عليها، يجب أننا نعمل فحص تأكيدي. وفي الفحص التأكيدي كل شيء بيبان هل هو مادة محظورة أو هو من المسكنات المشهورة. نعم. ايضا نبغى نتكلم عن المواد الثانيه او الادويه الثانيه اللي موجوده اللي نقدر ناخذها من الصيدليه بشكل طبيعي. يعني ذكرنا في الخبر اللي هو المسكنات وخافضات الحراره، هل في ادويه ثانيه ممكن انه انت تذكرها لنا، ممكن نحذر الناس بحيث انها ممكن انها تاثر على التحليل او نتيجه التحليل؟ نعم، يعني بشكل قانوني انا اتكلم. اي علاج، أي علاج سواء كان مسكن أو غير مسكن، إذا كان يستخدم داخل النطاق الطبي بوصفة طبية ما في أي إجراء قانوني. لكن عالم الأدوية عالم كبير، يعني في كثير أدوية بتعمل التداخلات، لكن في يعني جدول اسمه جدول هيئة الدواء والغذاء عندنا في البلد هو المنهج اللي ماشيين عليه. صح. اي علاج يكون مدرج من ضمن القائمه هذه هو صحيح بيبان عندنا، لكن ما بيصير اجراء قانوني عليها. فيعني اذا بدي اتكلم على هذه النوعيه الادويه في عالم الادويه عالم كبير، يعني احب اطمن الجميع اي شخص في علاج واشراف طبي ما يخاف من اي شيء ويتوكل على الله ويسوي تحليل. طيب دكتور، يعني بحكم معرفتك بتركيبات بعض الادويه، على حسب معلوماتي وأكيد أبغاك تصحح لي هذه المعلومة إذا كانت صح أو لا، بعض أدوية الاكتئاب وغيرها يقال إنه فيها تركيبات ممكن أن تسبب الإدمان، هل هذا معناه إنه هذه الأدوية تدخل في إطار الإدمان أو لا؟ هو يعني مضادات الاكتئاب يعني عالم كبير أيضا. مضادات الاكتئاب يجب استخدامها أول شيء بإشراف طبي وعدم إيقافها إلا بإشراف طبي، لأنه ممكن تصير آثار جانبية ممكن ما أخفيكم لحد الانتحار. يعني يجب الاستخدام بشكل مقنن وبالترتيب وإيقافها برضو بنفس بإشراف طبي. هي في الفحص يعني شخص بيتعاطى تحت إشراف طبي مضاد للاكتئاب معين. في الفحص الأولي بيبان عندنا إنه في مادة معينة تطلع إيجابية، نعمل لها فحص تأكيدي ويبان بالضبط إيش اسم المخدر أو مضاد الاكتئاب اللي بيقوم عليه. وأغلب مضادات الاكتئاب غير مدرجة من ضمن المواد المخدرة ولا يصير فيها أي إجراء قانوني. فأنا أنصح أي شخص بياخذ مضاد اكتئاب يكمل علاجه بانتظام ولا يوقفه إلا إذا الطبيب قال له وقف. نعم، يعني نفهم من كلامك أنه الآن الأشخاص اللي لنفترض أنهم يستخدمونها خلينا نقول من غير وصفة أو من غير استشارة طبيب، فتعتبر أو هل تصنف من المخدرات يعني بصورة أو بأخرى؟ لا، مضادات الاكتئاب إذا أخذها من غير وصفة أو جابها من خارج المملكة. في بعض الدول يعني تجيز بيع هذه الأدوية، ولكن عندنا ما تقدر تروح الصيدلية وتأخذها إلا ببطاقة أحوالك ورقمك، ولازم أنت اللي تأخذها وإلى آخره، يعني مقنن حتى صرف بعض هذه الأدوية.
أيوة نعم، في بعض الأدوية اللي فعلا بتأثر في النفسية إذا استخدمت بشكل يعني غير إشراف طبي، هم اللي بياخذوها بياخذوا حبة ولا حبتين ولا ثلاثة في اليوم، 10 حبات في الصبح 10 في المساء، يعني بشكل هذه إذا قبض على الشخص وهو معاه هذه الأدوية وخارج النطاق الطبي نعم يحاسب عليها، لكن مضادات الاكتئاب اللي بيصرفها الطبيب يعني ما بتأثر في الشخص ولا بالعكس انها بتفيده في حياته. يعني انا فهمت معلومتك وايش تقصدي، نفس العلاجات دي حتى اذا جابها من خارج المملكه ويدخلها بشكل او باخر، وهي عندنا نحن ماشيين في نظام هيئه الدواء والزراعه طلعت ايجابي يجرم ويحاسب عليها. نعم استاذ مجدي جمال الليل اخصائي اول سموم، شكرا لك وشكرا لهذه المداخله.